بسم الله الرحمن الرحيم. هناخده في مادة التشريح الوصف الأسنان، مادة الدنتال أناتومي لطلبة سنة أولى. هناخده محاضرة بعنوان الماكسيلري بيرمننت فيرست مولر. بس الدكاترة قبل ما نبدأ نتكلم عن الماكسيلري بيرمننت فيرست مولر، ضروري ما ناخده انتروداكشن بسيط على المولرز اللي هم أول نقطة. دكاترة general feature: there are 12 permanent molars, 3 in each quadrant. يعني العدد الكلي 12 وثلاثة in each quadrant، في كل ربع ثلاثة أسنان اللي هم the first molar والsecond والthird molar، خيرهم in each quadrant. العدد الكلي 12. they are the largest and the strongest teeth in the mouth. يعني it's the largest and the strongest teeth in the mouth. they have no deciduous predecessors. عرفنا ان عندهم مكان خاص لهم، ما يحلوش محل مثلا الديسيدوس مولرز ولا الانسايزرز، ولا عندهم مكان خاص بهم اللي هو بيكون ديستال تو ذا ابر ولور ديسيدوس سكند مولر، فبيكونوا نو سكسيسورز تيث. اما البريمولرز دكاتره عارفين النقطه من غير حتى ما نقولها، ان البريمولرز سواء ابر ولا لور first to second upper و lower first و second premolar يعتبروا دكاترة successor teeth، أما المولرز ما يعتبروش successor teeth. النقطة الرابعة الخاصة متعلقة بالمولرز permanent molars: they are formed from four loops except، يعني متكونات من four loops except. دكاترة عرفنا ان lower five و lower six متكونة من شنو؟ من five loops. They are multi-rooted teeth where the lower have two roots and upper molars have three roots. بيقول لك ان دكاترة lower molars و first molar lower ولا lower second ولا lower third molar متكونات دكاترة من two roots ميزل و distal roots. اما upper molars و maxillary first maxillary second maxillary third permanent molar متكونات من three roots. آخر نقطة دكاترة: they support and maintain the vertical dimension of the face. بيحافظ على ال vertical dimension of the face، وحنخدها في ال part متاع الاكلوجن بالذات special lower 6 وال upper 6 وspecial دكاترة ال upper 6 بيعتبروا the key of the occlusion. حنعرف بعتالي السبب في ال topic متاع الاكلوجن. فالعدد الكلي 12، 3 in each quadrant يعتبر the largest and the strongest tooth in the mouth، يعتبروش successors لأن عندهم مكان خاص لهم. كل المولرز بصفة عامة متكونات من 4 loops except دكاترة اللي هو lower 5، والاستثناء اللي هو سواء upper ولا lower third molar تختلف دكاترة لأن عندها variable shape. وعندها بالنسبة لآخر نقطتين بالنسبة للمولرز اللي هم الروتس، اللور مولرز عندهم تو روتس، أما الأبر مولرز عندهم ثري روتس. نبدأ دكاترة بالماكسيلري بيرمننت فيرست مولر. عرفنا دكاترة to describe any tooth we should follow these point number sequence from the midline، من الميدلاين أما ترتيب تاخذ التايب، تندرج تحت الانتيريور ولا تحت البوستيريور، الفانكشن، نمبر اوف سيرفيس، نمبر اوف روتس اور لو اند لوبس، الريليشن. عرفنا دكاتره تندرج تحت شنو دكاتره؟ تحت يعني الدايره كونتاكت ميزلي مع منو والدستال كونتاكت مع منو. نبدا باول نقطه دكاتره بالنمبر. النمبر دكاترة عندنا دكاترة في المجزلة عندنا تو من ماكسيلري بيرمننت فيرست مولر، عندنا عددهم اثنين اللي هم one in the left side and one in the right side. فالعدد الكلي بالنسبة للماكسيلري بيرمننت فيرست مولر عددهم تو النمبر one in each quadrant. بقى السيكونس فروم ذا ميدلاين دكاترة، السيكونس فروم ذا ميدلاين دكاترة تعتبر ذا سيكث tooth after the midline، يعني بعد المكزيلري سنترال، بعد المكزيلري لاترال انسايزرز، بعد المكزيلري كاناين، بعد المكزيلري فيرست بريمولر، بعد المكزيلري سكند، تجي المكزيلري بيرمننت فيرست مولر تعتبر the sixth tooth after the midline.
التايبس تندرج تحت دكاتره تحت البوستيرور تيث، لازم عرفنا من البريمولر للثيرد مولر يندرجوا تحت البوستيرور تيث. فالماكسيلري بيرمننت فيرست مولر تندرج تحت البوستيرور تيث. الفانكشن دكاتره بدل جرايندينج للفود، طحن اند شوينج للطعام، يعني جرايندينج للفود. نمبر اوف لوبس دكاتره عندنا 4 لوبس، 2 بكالي اند 1 2 لينجوالي. الريليشن دكاترة نقصد بها مدايرة كونتاكت مع منو اللي هي السنة، هي الأبر سكس ميزلي، ومدايرة كونتاكت مع منو ديستالي. The upper permanent first molar make contact ميزلي with the distal surface of the upper second premolar. أما الديستالي مدايرة كونتاكت مع الميزل surface of the upper permanent second molar. من سكند مولر. نجود دكاترة للنمبر اوف سيرفيس، بما انها تندرج تحت البوستيرور تيث فبتكون الصيغه اللي هو الباكل اسبكت وليس انسايزل، بتكون باكل اسبكت واللينجوال والميزل والديستال والاكلوزال اسبكت اللي هو بيدلي السطح اللي بيدلي جرايندينج للفود. قداش عندنا روت دكاتره؟ زي ما ذكرنا ان الماكسيلري فيرست والسكند والثيرد مولر عندهم 3 روتس. كيف متوزعات؟ متوزعات على النحو التالي اللي هم 2 بكالي اند 1 بالاتال. نجو دكاترة قبل ما نبدأ بالجيومتريكال اوتلاين اوف ذا كراون فروم ذا باكل اسبكت، اخر نقطة اللي هو نمبرينج اوف ذيس توث اكوردنج تو ذا مثلا الامريكان نمبرينج سيستم. اي ترتيب تاخذ سلاش 3 هذا بتكون الماكسيلري بيرمننت رايت فيرست مولر، اما سلاش 14 بتكون الماكسيلري بيرمننت ليفت فيرست مولر. اكوردنج تو ذا تو ديجيت سيستم ولا انترناشونال نمبرنج سيستم اللي هو بتكون 1 6 اند 2 6. بالنسبه للبالمر 6 6 خير وحده رايت سايد اند 1 ان ليفت سايد. نجو دكاترة للباكل اسبكت، جيومتريكال اوتلاين اوف ذا كراون بتكون ترابيزويد ان شيب، شورت سايد سيرفايكلي، لونج سايد اوكلوزلي. نجو دكاترة بما ان نشوف السنة من جهة الباكل بيبان علينا شيء طبيعي الميزل اوتلاين والديستال اوتلاين. الميزل اوتلاين از ستريت تل ذا كونتاكت اريا، والكونتاكت اريا وين جاية؟ جاية بتوين ذا اوكلوزل اند ذا ميدل ثيرد، ذن بيكوم كونفكس for the mesial slope of the mesiobuccal cusp and distal outline is a convex till the contact area. والcontact area وين جاية؟ في جهة من ناحية الديستال، جاية في الميدل ثيرد. والديستال سلوب اوف ذا ديستو باكل سلوب بيكون شنو بعتالي؟ يبدا كونفكس. قاعدين في الباكل اسبكت، the cervical line is straight or slightly convex. The occlusal outline between the mesiobuccal cusp is broader than the distobuccal cusp. The distobuccal cusp is longer and sharper than the mesiobuccal cusp. هنا دكاترة بنقول لكم في سبب ان علاش ان اللي بتكون شاربر. بيقول لك دكاترة الميزيولينجوال كاسب بيكون شنو دكاترة؟ بيكون اوبتيوز يعني شنو؟ هذا علاش برودر لكن الزاوية بتاعها اوبتيوز، هذا علاش ما فيش الانجل. اما الديستو باكل بتكون شنو؟ لونجر اند شاربر. علاش دكاترة؟ لان عندها رايت انجل. اما الميزو باكل بتكون اوبتيوز انجل، هذا علاش اعطاني شنو؟ الانجل بتكون شنو؟ مش شارب. The mesiolingual cusp can be seen between the two buccal cusps. نقدر دكاترة نشوفوا الميزولينجوال كاسب. علاش دكاترة نقدر نشوفها؟ لأن الميزيو باكل كاسب صار لشن دكاترة الميزيو باكل لاين أنجل صار لشن بتكون أوبتيوز أنجل. فلما يكون الميزيو باكل لاين أنجل باين يعني سوري اوبتيوز بيبان علينا شيء طبيعي الميزيولينجوال كاسب. السيرفيس اناتومي دكاتره نقصد بها الاليفيشنز والديبريشنز. الاليفيشن او الاليفيشنز اللي هي الاليفيشنز اللي موجوده شنو في كل الاسنان اللي هي دكاتره شنو هي؟ مضبوط اللي هي السيرفايكال ريدج. نجو دكاتره للاليفيشنز الثانيه هم الميزيوباكل كاسب والميزيو والديستوباكل كاسب.
ما بين التو كاسبس اللي ذكرناهم اللي هم في جروف اسمه باكل ديفلوبمنتال جروف اكستند تو ذا ميدل اوف ذا باكل سيرفيس اند سيبريت تو ذا باكل كاسبس، يعني يفصل لي ما بين الكاسبس اللي هم الميزيو باكل والديستو باكل كاسبس. The grooves are fed out في جهة الميدل ثيرد ويعطينا two pits. شنو هما البيتس دكاترة؟ بتكون true pit ولا fault pit؟ ممتاز، بيكون دكاترة ينتهوا ب two fault pit. فالبكل developmental grooves اللي بيفصل ما بين الدستو بكل والدستو بكل كاسب بيصير بيصير له division into mesial and distal وينتهي ب two pits اللي هو two fold pit. قاعدين في البكل aspect the root the three roots two بكل and one palatal، يعني نقدر نشوفه من البكل aspect نقدر نشوفه الثري روتس اللي هم الميزو بكل والديستو بكل روت والبالتال روت. The root trunk is at the cervical third and has developmental groove عند developmental groove. The mesio buccal the mesio buccal root curves distally and at the middle third. ونفس الشيء الديستو buccal root curve مزري، يعني الديستو mesio buccal root بيمشي بيميل جهة الدستل، وأما الدستو بكروت بيميل دكاترة جهة الدست ميزل aspect at the apical third. The palatal root is the longest one and appear between the two buccal roots. بيقول لك أن البالتال روت أطول من التو روتس وبيبان ما بيناتهم. بعشان هم الروتس اللي بيبانوا من جهة البكل بيبانوا التو الثري روتس، أول تو روتس اللي هم الميزو بكل والميزو والديستو بكل، وآخر روت اللي هو البالتال روت. البالتال روت بتكون لونجر. هيك دكاترة كملنا من البكل أسبكت. نجو دكاترة من جهة اللينجوال أسبكت. اللينجوال اسبكت جيومتريكال اوتلاين اوف ذا كران نفس الشيء سيميلر تو ذا باكل اسبكت. لما نقول سيميلر دكاتره معناها شكل ترابيزويد ان شيب شورت سايد سيرفايكلي لونج سايد اوكلوزلي. ما فيش لينجوال كونفرجنس اما في الابر 6 في وين لينجوال كونفرجنس نشوفها من جهه الدستل ونشوفها من جهه الباكل اسبكت، لكن جهه اللينجوال دكاتره في الابر 6 ما فيش لينجوال كونفرجنس. The mesiobuccal the mesiolingual cusp is larger than the distolingual cusp. The lingual developmental groove separated two lingual cusps and may end in a pit. نفس فكرة دكاترة نفس فكرة الجروف اللي هو اللي موجود اسم موجود جهة البكل اللي اسمه بكل developmental groove اللي يفصل لي ما بين الميزيوبكل والديستوبكل جروف ديستوبكل كاسب. نفس الشيء في جروف اسمه palatal developmental groove ولا lingual developmental groove حتى هو بيفصل لي دكاترة ما بين الميزيولينجوال كاسب والديستولينجوال كاسب. وشو في تاني بجهة اللينجوال اسبكت؟ في the lingual groove is aligned with the palatal root apex. في جروف وماشي دكاترة مع الابكس مدع البالتال الابكس. The lingual groove is aligned with the palatal root apex. The three roots can be seen. ونقدر الدكاترة حتى من اللينجوال اسبكت نقدر نشوفوا three roots. شنو هم دكاترة؟ اللي هم البالتال روت والميزيو بكل والديستو بكل روت. The palatal root has developmental depression. على ال palatal root فيه depressions سميناه palatal developmental depressions. The tubercle of Caraballi present in the mesiolingual cusp. فنعودوا من الأول about the lingual aspect. Geometrical outline بيكون trapezoid in shape, short side cervically, long side occlusally. ما فيش no lingual convergence. ما فيش lingual convergence. بيبانوا ال two cusps من جهة اللينجوال اللي هما mesiolingual cusp والdistolingual cusp. بس mesiolingual cusp بيكون أكبر من الdistolingual cusp. بيفصل ما بين ال two cusps هما اللي هو ال palatal ولا lingual developmental groove. وينتهي اخر حاجه ببيت اللي هو بيكون نفس الشيء فولت بيت.
فيه جروف على البالتال روت بسميناه بالتال ديفلوبمنتال ديبريشن، وفيه تيوبركل. عرفنا ان تعرف التيوبركل اتس اكسسيف فورميشن، انامل فورميشن اون ذا ميزولينجوال كسب. باه ويختلف على الكسب في شنو؟ يختلف هل بان الكسب يحتوي على الانامل دينتين بالب، اما تيبركل كونتين ذا انامل اونلي. فتيبركل اوف كارابيلي طبعا سموه الكارابيلي العالم اللي شافه، فالتيبركل سميت على اسمه فسميناه تيبركل اوف كارابيلي. وين موجود؟ موجود على اكبر كسب في الابر سكس اللي هو الميزيولينجوال كسب. نجود دكاتره الميزيال اسبكت بيكون شكله ترابوزويدين شيب ونوكفول لحد هنا، لا بط ريفيرس ان مانر. شو معناه؟ معناه شورت سايد اوكلوزالي ولونج سايد لونج سايد سيرفايكالي. فبيكون شكله ترابوزويد ان شيب بط ريفيرس ان مانر شورت سايد اوكلوزالي ولونج سايد سيرفايكالي. حنعرفه دكاتره في توبك في موضوع ومحاضره كامله اسمها بعنوان جيومتريكال اوتلاين اوف ذا كرون. علاش الله عز وجل خلى من جهه الميز الاسبكت بيكون ترابوزويد بط ريفيرس ان مانر؟ حنعرفها في السبب اللي هو في موضوع اسمه جيومتريكال اوتلاين اوف ذا كرون. نجول الاوتلاين، الاوتلاين بيكون باك الاوتلاين از ذا كونفكس ات ذا سيرفايكال ثيرد، والوجود شني السيرفايكال ريدج ذن بيكون كونكيف ات ذا ميدل ثيرد ذن ستريت ات ذا اكلوزال ثيرد. بيقول لك دكاتره في الميدل ثيرد بيكون في الابر سكس بتكون شني دكاتره فيه كونكافيتي بسيط. بنجول اللينجوال اوتلاين از ذا كونفكس وذ ذا ماكسيمم كونفكسيتي ات ذا ميدل ثيرد. The mesiolingual cusp has tubercle of Karabelli. شيء طبيعي احنا نشوفه في السنة من جهة الميزل، فبيبان علينا دكاترة الميزو باك كاسب والميزيولينجوال كاسب. بس الميزيولينجوال كاسب عليها زيادة زي الكاسب اسمه tubercle of Karabelli. بعد دكتور علاش ما نسموش كاسب of Karabelli؟ لا، لأن لما شفناه تحت الميكروسكوب contain of the enamel only بس، فيندرج تحت التوبركل وليس تحت الكاسب. الميزة قاعدين في الميزة الاسبكت، ميزة المارجن ريدج از ويل ديفلوبد يعني باين، السيرفايكال لاين از شالو اند كيرفد اوكلوزالي. الكونتاكت اريا بريزنت ات ذا جانكشن اوف ذا اوكلوزال اند ذا ميدل ثيرد، والكونتاكت اريا بيكون شنو؟ بكالي تو ذا ميد لاين، يعني تلامسها مع الابر فايف بتكون بكال تو ذا ميد لاين. The root بيبان علينا الميزوباكال root والبالاتال root. طبعا الميزوباكال root واخد دكاترة ثلثين ال width. The palatal root is the longer than the mesiobuccal root. The palatal root is the convex and the crest of curvature at the middle third. وبيقول لك دكاترة البالاتال root بيكون شكله بنانا in shape. مش مكتوب مش موجود يعني في سلايد، لكن مهم النقطه هذه. البالاتال روت يعني تشبه شكل الموزه، يعني البالاتال روت يعني في كونفكسيتي، والكونفكسيتي ماشي جهه البكل. The mesiobuccal root زي ما قلنا has two third of the root trunk، يعني واخذ ثلثين الروت ترنك. نجول دكاترة للديستال اسبكت similar to the mesial aspect. لما نقول دكاترة similar to the mesial aspect شو معناها؟ معناها geometrical outline of the crown من جهة الديستال اسبكت بيكون trapezoid in shape but reverse in manner short side occlusally long side cervically. بالاختلاف في شنو؟ الاختلاف اول نقطه the crown converges distally، عندنا distal convergence. The distal marginal ridge is more جاي more cervically. Cervical line is nearly straight. The contact area is broad than the mesial and located at the middle third. احنا قلنا بكري جايه في البكل، ونقطه تلامسها مش زي الديستال اسبكت، لان تلامسها من جهه الديستال بتلامس الابر 7. The three roots نقدر دكاترة نقدر نشوفوهم three roots، بحناش من شفناهم مش من جهة الميزيل، من جهة الميزيل دكاترة ما عندناش ميزيل كونفرجنس، أما من جهة الدستل عندنا ديستل كونفرجنس، فهذا مما أتاح لنا أن نقدر نشوفوا three roots. شنو هم دكاترة؟ ممتاز، اللي هم البالاتال روت والميزيولينجوال والميزيوباكال روت.
The root trunk is longer than the mesial root trunk. هيك الدكاترة كملنا من جهة الديستال نبدو بالميزيال بالاكلوزال اسبكت. الاكلوزال اسبكت اوف ذا ماكسيلري بيرمننت فيرست مولر بيكون شكله رومبويدل ان شيب. The mesiobuccal and the distolingual angle are acute بتكون حادات. أما الميزيولينجوال and distolingual angle بتكون obtuse بتكون زوايا منفرجة. The mesial outline is longer than the distal. بيقول لك ان الميزل اوت لاين بيكون لونجر ذان ذا ديستال اوت لاين. علاش طبيعي؟ شيء طبيعي لان احنا قلنا في جهه الديستال عندنا لينجو ديستال كونفرجنس، اما الميزل ما عندناش، فشيء طبيعي بتكون الميزل اوت لاين لونجر ذان ذا ديستال اوت لاين. The lingual outline is longer than the buccal. علاش؟ حتى هي نفس السبب، معناش lingual convergence، بينما عندنا buccal convergence. فهذا شنو يعطينا؟ يعطينا اللينجوال اوت لاين بيكون اطول من البكل اوت لاين. The four cusps بيبانوا من جهة الأكلوزال أسبكت اللي هم according to the size. أول كسب من ناحية الحجم، من ناحية السايز لو أكبرهم اللي هو الميزولينجوال كسب، تليها الميزوباكال كسب، تليها دكاترة الدستولينجوال كسب، تليها دكاترة الدستوباكال كسب. بس دكاترة في الأمانة العلمية إن فيه مراجع إن يقولوا لا، الترتيب مدحهم ميزولينجوال ميزوباكال ديستوباكل اند ديستولينجوال، لكن الشيء المنطقي ان بتكون الديستوباكل اصغرهم. علاش؟ لان عندنا ديستال كونفرجنس وعندنا باكل كونفرجنس، فشيء طبيعي بتكون الديستوباكل كاس بتكون اصغرهم. لكن حبيت نقول هالمعلومه ان في مراجع لا يقول لك ان الديستولينجوال كاس اصغرهم، لكن المراجع اللي اقتبست منها انا اللي هي بتكون الميزولينجوال كاسب از لارجر ذا لارجست، بعد تالي الميزوباكال كاسب، بعد تالي الديستولينجوال، واصغرهم الديستوباكال كاسب. وش بيبان على الميزولينجوال كاسب؟ بيبان التوبركل اوف كارابيلي بريزنت اون ذا ميزولينجوال كاسب. دكاترة زي ما موجود في السلايد في الصورة ان حنقولوا الجروفز والفصة وشو موجود دكاترة على الاكلوزال اسبكت. موجود دكاترة على الاكلوزال اسبكت عندنا ديفلوبمنتال جروفز. شنو هم البكل ديفلوبمنتال جروف؟ اللي هو بكل ديفلوبمنتال جروف. عندنا سنترال ديفلوبمنتال جروف اللي هو عندنا ترانسفيرز اوف ذا اوبليك جروف. عندنا جروف يخترق الاوبليك ريدج سميناه ترانسفيرز جروف. عندنا جروف ثاني، عندنا جروف ثاني اللي هو ديستال اوبليك جروف. ديستال اوبليك جروف يعني شني؟ طالع من الديستال فصاي ويمشي اوبليك، يعني لكن شني جهه البكل. عندنا جروف ثاني دكاتره عندنا اللي هو الفيفث كاسب جروف، اللي هو الجروف اللي ما بين التوبركل اوف كارابيلي وما بين الميزولينجوال كاسب، سميناه الفيفث كاسب جروف. وعندنا اخر جروف اللي هم المالتيبل جروفز، نعاودوهم: البكل ديفلوبمنتال جروف، وعندنا السنترال ديفلوبمنتال جروف، عندنا ترانسفيرز جروف اوف ذا اوبليك ريدج، عندنا الديستال اوبليك جروف، عندنا الفيفث كاسب جروف، وعندنا المالتيبل سبلمنتال جروف. شنو بيبان علينا في الكلوزال اسبكت؟ بيبان علينا دكاتره الفصاي عندنا تو ميجر فصاي وعندنا تو ماينر فصاي. بالنسبه للتو ميجر فصاي اللي هم السنترال فصاي والديستال فصاي، باي وين جايه الديستال فصاي؟ بتكون شكلها اول حاجه لينر ديفلوبمنتال ديبريشن، وجايه ديستال تو ذا اوبليك ريدج. شنو هم؟ عرفنا ان التو ميجر فصاي هم السنترال فصاي والديستال فصاي. شنو هم التو ماينر فصاي؟ اللي هم الميزل ترينجلر فصا والديستال ترينجلر فصا. مهمه دكاتره الجروفز نتاع الابر سكس اللي هم نعاودوهم: الباكل ديفلوبمنتال جروف، السنترال ديفلوبمنتال جروف، ذا ترانسفيرز جروف اوف ذا اوبليك ريدج، رابع جروف ديستال اوبليك جروف، خامس جروف the fifth cusp groove اللي هو ما بين التوبركل اوف كارابيلي وما بين الميزولينجوال كاسب، واخر كاس اخر جروفز اللي هم المالتيبل سبلمنتال جروف.
نجو اخر حاجه دكاتره ولا دكاتره حناخذها في توبك بالتفصيل اللي هو البالب مورفولوجي، حناخده من المجزيلري سنترال انسايزرز للمجزيلري 7 واللور 7 واللور سنترال انسايزر البيرمننت للور 7 حناخذها في توبك اسمه البالب مورفولوجي. وموافقين دكاتره؟ خلاص.